جواب على التساؤل اللي طرحه السي الكاس العام بخصوص امكانيه الاداء وسط البطاقه البنكيه بالنسبه للمخالفات اللي كتكون امام العون المحرر المغرب. هذا اشكال فعلا كيطرح، ولكن هو اشكال كما بقى يقول الاستاذ ياسين، هو كيحملنا على واحد المساله ديال التحديث، مساله ديال التحديث بالنسبه للاداءات الالكترونيه والغرامات. هنا فقط بغيت نشير على ان الورش ديال التحديث هو ورش كبير بالنسبه لاصلاح منظومه العداله ككل. لان كنهضر على منظومه العداله كنهضر عليها بصفه عامه. الورش هذا اللي كي صاحي جلاله الملك محمد السادس نصر الله، يعني كاين الاجهزه لا من جهه السلطه القضائيه ولا وزاره العدل كل فيما يخصه كيسهروا على ايجاد وسائل حديثه الكترونيه، ولكن الاشكال اللي كيطرحه هو مساله ديال الامان، تامين الاداء. مؤخرا في 18 فبراير كما يعلم يعني الجميع، وزير العدل اعطى يعني الخبر ديال بدء العمل بنظام الاداء الالكتروني للمخالفات ديال الرادار الثابت. الناس اللي كيشدهم الرادار كيسيفروا واحد المحضر، هذاك المحضر يمكن انك تدخل الموقع ديال وزاره العدل اللي هو محاكم واحد ام ار، وكتدخل الرقم التسلسلي ديال المحضر، ويمكنك الاداء الكترونيا، يمكن الاداء الكترونيا. هذه المساله ديال الاداء الالكتروني امام العون ديال المحرر ديال المحضر عمليا، لان تلوح على الهدف عمليا، وهو ان الى خلص هذا السيد المخالف فورا العون المحضر كيستخدم واحد التخفيض يحدو القانون على حسب نوع المخالفه. القانون اعطاه هذه الميكانيزم ديال التخفيض داخل 24 ساعه، بمعنى انه كما قال الاستاذ ياسين انه يرفض النسخه من التوصيل يمكن يسوق به السياره ديالو، ولكن داخل اجل ديال 48 ساعه يمكن يمشي الاماكن اللي هي محدده يمكن انها تخلص من الغرامه وكيخلصها وكيستفد نفس التخفيض كما انه لو ادى ذلك المبلغ حالا امام العون المحرر المحضر. اذا الغايه تتحقق كلما تعلق الامر بمخالفة مقتضى المقتضيات القانونية اللي كتمنع عملية العمل أنها تدخل كتدخل. عدم توفير وسيلة من الوسائل المتاحة لاستخلاص المخالفات يبقى من اختصاص الإدارة، وبالتالي يظل أمام المواطن الذي ارتكب المخالفة إما توفير مبلغ المخالفة ومحددات المخالفة، وهو دائما كيكون أمام ضابطة قضائية أثناء ارتكاب المخالفة نصف الحد الأقصى ديال الغرامة المحددة للمخالفة، وهذا تفضيل في معاملة تفضيلية بالنسبة للمخالف. يجب في هذه الحالة اللي مازال ما وصلناش أننا نوفر دي بي العناصر والأعوان المكلفين بمراقبة المخالفات على مستوى الطرق الوطنية، تدي فيه ميزانيات وفيه أشياء كثيرة، ربما الدولة عاد كتهيئ نفسها لهذا الشيء، لأنه هذا الشيء ماشي مستحيل أننا نوصلوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تتبعتم اليوم انعقد بالحاب هذه المحكمة الابتدائية بتونات ندوة علمية في موضوع تنزيل أحكام مدونة السير من طرف أجهزة إنفاذ القانون كآلية لتحقيق السلامة الطرقية. هذه الندوة أتت تنفيذا لتعليمات السيد رئيس النيابة العامة، وذلك لتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية. هذه الندوة العلمية هي مناسبة لتثمين المجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية السلامة الطرقية، وبالضبط في تنزيل أحكام مدونة السير، وأيضا مناسبة لمواصلة انخراطهم في هذه العملية تحقيقا للمشروع المجتمعي المهم، وهو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية ديال 2017-2026. أيضا تخليد هذه الذكرى أي اليوم الوطني للسلامة الطرقية، ومناسبة أيضا للوقوف على الإشكاليات والإكراهات التي تعيق تحقيق الأهداف المنشودة والتنزيل السليم لأحكام مدونة السير كما يبتغيها أو يريدها المشرع.
وقد تابعتم معنا اليوم يعني مختلف العروض التي ألقيت من طرف مختلف الأجهزة المتدخلة في تنزيل عملية أو تنزيل أحكام مدونة السير من شرطة ودرك ملكي ومديرية التجهيز المتسلف وكالة نرسا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. أيضا كان هناك ممثل السيد نقيب محامين، أيضا دور ديال القضاء من خلال مداخلات الأستاذ نواف وكيل الملك، أيضا كتابة الضبط. ولا شك على أن هذه المداخلات القيمة كانت مناسبة للوقوف كما قلت على هذه الإشكاليات وأيضا اقتراح الحلول المناسبة لذلك. وقد كان تدخل الحضور الكريم من خلال المناقشة في نهاية هذه الندوة، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات التي نرجو أن تكون فرصة حقيقية للدفع بالسلامة الطرق السلامة الطرقية نحو الأفضل. وشكرا لكم.